تخيل حبيبي عزيزي المتابع، درع العشرة مليون ينعرض للبيع. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة. ولكن قبل كل شيء، كيف جبنا الدرع هذا؟ بحثنا في كل مكان عن شخص يبيع الدرع، والله العظيم ما لقينا ولا شخص، لان هذا الدرع ما فيه الا 50 نسخه اصلا في العالم او 100 نسخه ممكن، اتوقع ما يتعدوا ال 50 اتوقع. قررنا ان نسوي نسخه سبيشل لنا. والله العظيم اول ما شفت الدرع اني تمنيت اني اوصل لل 10 مليون واحصل على الدرع هذا. يا الله تكفون، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان نوصل باذن الواحد الاحد ال 10 مليون. المهم قعدت ابحث في كل مكان عن الدرع، ما لقيت ولا شخص يبيع الدرع. قررت اني اصنع الدرع بطريقتي الخاصه، مع العلم ترى كلفني والله العظيم الكثير بشكل ما تتوقعونه، وصار عزيز وغالي علي والله العظيم. والله العظيم حلو مره. تعال اعلمكم كيف صنعته. طيب يا جماعه الخير، بعد ما نزلنا الاعلان هذا في كثير كتبوا كومنتات، في المصدق وفي المكذب. عندنا هنا اول كومنت يقول اصلا انت عندك قناه، والثاني يقول ليش ذهبي، وفي واحد يقول خشب مو ذهب، واحد كاتب كذوب. احسب لي من المنتحلين اللي موجودين في حراج. جماعه الخير، في شخص راسلنا عن طريق حراج، تعالوا معي خلينا نشوف. شخص اسمه محمد كي اس اي زيرو قال لنا السلام عليكم بخصوص موضوع الدرع. راح نكتب له عليكم السلام، راح نكتب له يا جماعه الخير عليكم السلام حرفيا. طبعا مسكين انا والله ما رسلوني الاربع، راح نخفيهم طبعا من هنا، لكن ما رسلوني الاربع والاكثر يا جماعه خير قاعد يكذبني. تبغون اوريكم ناظر، شوفوا كيف قاعدين يكذبوني. شوفوا انت عندك قناه ليش ذهبي، الف خشب مو ذهب، كذوب، والله انك كذاب يا كذاب، والله لا خليكم تنصدمون ورب البيت. برضو حتى المتابعين ترى لكم درع قاعد ينطبع، طبع الدرعين وباقي ثالث. اشترك في القناه واكتب لي تحت برضو حسابك او اكتب لي اي شيء، واذا حطيت لك قلب اكتب لي الحساب حقك او حساب الانستغرام حقك. انا راح احط قلوب على كل شيء، ولكن اكتب اسم حسابك تحت في الكومنتات او راح اسحب من المشتركين اللي في القناه، والمشتركين ترى يتحدثون كل اسبوعين داخل القناه، يعني بعد اسبوعين راح يكون السحب. اشترك وفعل جرس التنبيهات، راح ادخل قائمه المشتركين داخل القناه واسحب من داخل قائمه المشتركين. كيف راح اتواصل معك؟ طيب نزل اي شيء في قناتك، في المنتدى، في اي مكان، مقطع، نزل اي شيء وانا راح ارد عليك. انا ايش فيني شطحت؟ خلينا نرجع للسالفه يا جماعه الخير حقت الرجال. عليكم السلام، ما عاد رد علي. طيب توك راسل قبل دقيقه بالضبط. توقعون يا جماعه الخير ينباع؟ طبعا شكله مره جميل، شوفوا انا مسوي واحد هناك فوق الشاشه، مره مره, مرة 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 جميل. سويت انا يمكن الان ثلاثة وصبغتهم كلهم باللون الفضي. طبعا يا جماعة الخير هنا كتب رسالة وطلعت تم الحذف، بعدين قلت له اهلا سم تبي الدرع؟ والله ما ادري هذا يبي ولا ما ادري، مستحي شكله مستحي. طيب يا جماعة الخير والله الانسان هذا غريب، حرفيا كتب لي السلام عليكم من جديد. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام والرحمة، حياك الله. هذا وضع غريب والله العظيم، والله وضع غريب. شلونك؟ طيب الحمد لله. هل الدرع للبيع؟ اكيد اخوي اكيد موجود في حراج، اكيد انه للبيع، ما يبي له اكيد يا اخي. الله. وش مواصفات الدرع؟ مواصفات الدرع وش نقدر نقول عن مواصفات الدرع يا جماعه الخير؟ انا حاط سماعه عشان اسمع صوتي صح. طيب شو نقول له يا ربع؟ علموني وش اقول له؟ تكفون قولوا لي وش اقول له من انواع المواصفات الموجوده من الدروع. درع ال 100000 يحسب سياره، فهمتوا؟ درع ال 10 مليون، درع ال 10 مليون كم سعره؟ طيب خلينا نقول سعره، ما نبغى نخليه غالي ولا نبغى نخليه رخيص. هذا راح نعرضه ممكن نقول ظنكم يصدق لو قلت له 300 ريال ونهايته عشانك 299، عشانك 299. ووين مكانك؟ مكانك وين؟ تستهبل؟ لا والله مكانك وين؟ لا أخوي هذا درع العشرة مليون. جدة؟ مكانك جدة؟ أوه والله بعيد. مكانك جدة أشحن لك. أوكي مكانك جدة، أوكي حول لي عربون، بطلب منه عربون يا جماعة خير 3 ريال. ما أدري ليه كيف روق بعدها حول. طيب درع 10 مليون سعره أغلى بكثير. هو الصدق صادق، هو جايب لي 50000، ولكن الشخص هذاك ما ارتحت له، الشخص هذاك سبب البيع محتاج الفلوس. تمام أنا في جدة، كيف توصله؟ أشحنه لك حول لي، ولا لا أشحنه لك، حول لي عربون. راح نطلب منه يا جماعة خير 5 ريال عربون. طيب أنت وين موقعك؟ الرياض بالتحديد الخرج، طالع الموقع يكتب يا جماعة الخير محمد كي اس اي زيرو رياض بالتحديد الخرج. تبي تيجي؟ بقول له تمام، أخوي ساكن في الخرج. عن الشيطان. طيب حياها الله. انا ما اقدر اقول اللوكيشن، ما اقدر قاعد اسجل، ما اقدر اقول لوكيشن بيتنا. طيب خليه يقابلني بكره بعد صلاه الظهر. تمام ما في اي مشكله، عطني رقم جوالك. هذا والله صامل يا عيال، بعد صلاه الجمعه فاضي. تم والله هذا بقابل يا جماعه الخير. عطني رقم جوالك. خلاص يعطيك العافيه اخوي، بقابلك بكره بعد صلاه الجمعه، عطني رقم جوالك. طيب يا جماعه الخير باذن الله ان الموضوع يمشي مثل ما نبغى، وعدنا بكره باذن الله. ارسل لي رقم جوالك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، بيتنا في لد.
بسيات لا شلون. طيب اسمه بعد خير بروح الحين اسلم الدرب، ولكن تدرون وش المشكله هذه؟ يعني وش الشيء اللي موترني؟ الشخص اللي بقابله يقول اخوه في الخط، والشيء هذا حرفيا موترني بشكل مره كبير. بروح هنا بقابله يبعد عني تقريبا 5 دقائق مشي، بس كيف بثبت الجوال من بعيد؟ مشكله في تثبيت الجوال. والله ما يبعد عني كثير، والله ما يبعد عني كثير يا جماعه الخير. حتى كان اللي قلت له قال لي خلاص يلا شوي وبجيك، يعني الدليل انه يا رجل مو قريب الا اللي بعد القريب. هلا هلا والله، اهلين كيف حالكم؟ طيبين يا حبيبي؟ انت وين رايحين يا حبيبي؟ كيف حالك؟ هلا والله، هلا بخير. علومكم طيبين يا حبيبي؟ انت علومكم جعلك سالم. وين جاي منه؟ شوفوا من قبلنا. اهلين اهلا وسهلا. اهلين، او شي تبغون اطلعكم ولا ما اطلعكم عشان اعرف؟ يقر اهلك ما يقرشونك شيء؟ اهلك مرة. الله يحميكم يا رب. يلا اشوفكم على خير، مع السلامة. سلامتك، مع السلامة يا رب. انا ما اطلع واجد من بيتي، فحق الحارة ما يدرون اني ساكن عندهم. فاول مرة اشوفني طالع الظهر حرفيا. شوف الدرع، والله رهيب، والله رهيب، والله رهيب مرة مرة مرة، حرفيا حقيقي، تحسه حقيقي مرة. قربت يا ربع، قربت مرة بعد، مو قربت شوي. وصلت جماعة خير المكان المتفق عليه حرفيا عند الممشى، قلت له تعال نتقابل هنا. هلا جيان سام. لا تستهبل. ايوه اقسم بالله طحت على الدرع، قلت انا بس اقسم بالله ما دريت انه، ولكن اسمع تحلف انك ما دريت انه. والله العظيم. مرحبا، كيف حالك؟ ايه امورك زينه؟ ايه بخير، كل شيء زين. ايه طبعا جماعه الخير هذا جارنا، شوف خلنا نسلم عليه علومك. طيب والله هم الحكم في الموضوع، جارنا يا جماعه الخير. تقابلتنا اياه بعد الصلاه وقال لي ما في فكره في وار، قلت له في فكره. قال وشو؟ قلت اني بسوي درع ال 10 مليون وببيعه. الحين ما قلب اخويا، انا الحين ما قلبت. طيب والله تستاهل. اي والله هذا ان شاء الله بس حقيقه ابو صالح باذن الله، لي ولك باذن الله. باذن الله تعالى ينزل محتوى برضه. لايك حبيب قلبي. يا حافظ عليها بعد مقطع باخذ امزح. يلا شوفك على خير، مع السلامه. والله يا جماعه الخير والله اني استحيت منه يا اخي، استحيت منه مره مره. السلام ورحمه الله وبركاته. استحيت منه يا جماعه الخير مره، تعرفوا كيف مره؟ لان الولد محترم واخلاق، ما دريت انه يجي يكلمني قطع ملقى. اخوي بيقابلك فزر. طيب يا جماعه الخير، في شخص تواصل معي عن طريق حراج وقال انه يبغى الدرع، الحين راح نبدا الراسله. الله يحييك. اوكي ان شاء الله انه ما يطول. الدرع على السوم، بقول الدرع على السوم. كم الدرع على السوم اخوي؟ ايوه كم وصل السوم؟ الاعلان ما كمل ساعتين. طيب قلت له يا جماعه الخير الاعلان ما كمل ساعتين، بعدين ارسل لي بكم هو؟ قلت له حط صومتك راح نشوف كم راح يصوم الدرع ذا. اقسم بالله يا عيال انه فخم، والله اني على ما اقوله شهيد انه فخم لابعد درجه. الدرع الحاله كيف؟ اوكي ايه، يمكن يحسب معاه الشنطه حقته. الدرع الحاله بدون الشنطه، صدقون جتني فكره اصمم له شنطه. وبرضه اكتبوا تحت في الكومنتات الناس اللي وصلوا هذي، وضع زر لايك واكتب تحت في الكومنتات راح اصمم درع وارسله لين باب بيتكم، واكتب اسمك وراه وش تبي اكثر. طيب كم السعر؟ كم نعطيه سعر يا عيال؟ طيب نقول من الاخير لاني باخذه، بكتب له جميل. ارفع سعره يا عيال، ايش رايكم اضربه بسعر بعدين انزل حبه 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 حبه، باصدمه وبشكك بعد. بقول له يا جماعه الخير 50000 ريال، ايش رايكم يا عيال 50000 ريال؟ الدرع جديد اقدر احط اسمك عليه؟ اقدر احط اسمك. جماعة الخير كاتب 50000 وحاط استفهام. طيب قناه ايش؟ باقي ما انطبعت عليه قناه، باقي ما عليه اسم القناة. يا ساتر بينصدم معاه القناة. هو يحسب ان معاه قناة؟ لا ما معه قناة يا اخوي. طيب الحين اي اسم تحط عليه عادي؟ بقول له اي نعم اي نعم. صدق مستحيل يدفع 50000 على درعه، مستحيل. حول لي عربون ورا هذا، يعني يبغى معاه فلوس. بقول له اسمع معك فلوس؟ بقول له معك فلوس؟ مستحيل قاعد تسولف. معك فلوس ولا بس تسولف؟ احس اني شيطان. كيف طريقة الاستلام؟ بقول له تعال لي البيت.
علي البيت، اذا جاني البيت والله لا اعطيه مجانا يا عيال. الرياض، ايش فيك يا حبيبي قاعد تستفسر على الموضوع؟ تمام تمام، بس ترى 50,000 ريال. الموضوع مو بسيط، 50,000 ريال جماعه خير. انت في الرياض لكن انا من الطايف، حياك الله. تجيني الرياض ابي نهايتها مر اوف والله ناوي يدفع او انه يستهبل. تجيني الرياض بقول كم تبي كم تبي. هذا مو مزاد مطفرين، هذا مزاد الاغنياء يا جماعه الخير. لا لا يكتب يا جماعه الخير، هذا مو طبيعي. من الاخير 50,000 كثير. طيب كم؟ بقول نسخه خاصه، نسخه بقول يا جماعه الخير ان هذا الدرع نسخه خاصه، نسخه خاصه. طيب بقول له 45,000. 10 اوف كتب 10,000، توكلنا على الله يا عيال. ظنكم يدفع 10,000؟ كيف نسخة خاصة؟ ما فهمت. نسخة مصنوعة في السعودية وهي ممكن تكون أول نسخة، ثاني نسخة راح تكون مع المتابع اللي اشترك في القناة وكتب لي كومنت تحت، وراح أسحب من الكومنتات الواحد وراح يوصل لين باب بيته وتواصل معه. بس حط كومنت، ركز معي، حط كومنت تمام، وإذا رديت عليك، مو إذا أعطيتك قلب، إذا رديت على الكومنت حقك وقلت لك تواصل معي أو اكتب لي حسابك، ركز يعني فعل إشعارات اليوتيوب وخليك مفعل إشعارات عشان لو كتبت كومنت اطلع لي تحت، فهمتني؟ اذا كتبت لك تواصل معي، رد علي بنفس القناه واكتب حسابك الانستغرام او سناب او اي حساب حاب اتواصل معك فيه. كتب اوكي، يعني الموضوع ان شاء الله انه مش عليه باذن الله. من اي مواد مصنوع الدرع؟ مصنوع من ماده البلاستيك الخام. البلاستيك الخام مدهون بالذهب. مدهون بالذهب، مدهون باللون عشان ما نكون كذابين، بلون الذهب. اوه منصدم منصدم. هذا بقول له تبيه؟ ظنكم يدفع؟ مستحيل مستحيل والله. لو اعطاني رقم حسابه اعطيه طيب مجاني. طيب وش قلت عن العشرة؟ لو قال عطني رقم حسابك بحول لك على 20 بعطيها مجاني وادفعها لك الحين. لا اخوي ما تخاف تنسرق، والله خفت عليه انا. لا اخوي تعال الرياض يا ابوي. ايش ذا وش ذا؟ ايش ذا اللي يرمي فلوسه كذا؟ وش ذا؟ هذا مع فلوسه ذا كثيره. طيب اسمعوا، ممكن يروح له هديه، تدرون؟ ايه والله ممكن يروح له، بس اذا رضى قال انا بحول لك وعطني رقم حسابك والله العظيم انه يجي هديه. واقول اني انا مسويه على طابعه 3D تمام، يستاهل والله. ما والله العظيم ما توقعت في احد بيتواصل معي في الليل، اني قلت يمكن يتواصل معي واحد بكره. طيب باقي احنا نتفق. صادق. من الاخير كم؟ 15,000. يكتب مستحيل ادفع المبلغ ذا كذا وانا ما جيت وشفته قبل ما ادفع. تمام تجي الرياض. للي معروض صورة واحدة، تقدر توريني غيرها؟ ارسلنا له صورة يا ربع. حذف لدى الجميع، اخاف يستخدم الصورة ويقعد يبيع فيه مرة ثانية. ترى حرفيا الشيء ذا قاعدين يستخدمونه ويسوونه ترى، انتبه. ها يا الربع توقعوني اخذه؟ اذا ما ياخذه، اذا ما خذاه والله 10,000 وثبت على المبلغ ذا. تمام ضبط اموري جيتك. بقول له تم تعال، تم تعال انتظرك. بقول عربون 100 ريال. او قاعد يكتب خله خله خله. العربون شيء مخيف اصلا انك تحوله، ولكن والله العظيم تمنيت انه ما ياخذه، قسم بالله العظيم عشان انتم تاخذونه، قسم بالله العظيم يا جماعه الخير. بحول ما عندي مشكله، بس ابي اضمن حقي. ابشر ما عندك مشكله، تعال الرياض. انت قلت 15 وانا قلت 10 اخره، عشان كذا الله يرزقك. وش حزا الله يرزقك؟ دقيقه ما فهمت انا جماعه الخير، والله ما فهمت. طيب 10,000 حياك الله، نكتبت شكله ما يبي يشتري، جاي جدول صدقوني. والله يا عيال اللي كاتب لك اقسم بالله صدقهم وانت ما بيه. طيب والله جاء من نصيبكم. جزاك الله خير.